واكيد واجواء عائليه. كنظن اننا الحمد لله توفقنا في الماتش الاول والماتش الثاني، مركزين اننا باش نبقاو غاديين في واحد المسار تساعدي في المقابله الثالثه ونحققوا واحد المبتغى ديالنا اللي هو الفوز في هذا الماتش هذا، باش اننا نكونوا واجدين 100% للدور الموالي باذن الله. طبعا بالنسبه لنا حنايا يعني المقابله ديال غدا هي الاهم الان، ناخذوا مقابله بمقابله، ومن بعد ما نتاهلوا اي منتخب غادي يجي غادي نواجهه ان شاء الله، وغادي نديروا الخدمه اللي خاصها دار. ما عنديش فكره اللي هي اجماليه. كما قلت لك حنايا مركزين في المقابلات ديالنا وكنديروا خدمتنا باش اننا ان شاء الله نبقاو غاديين في واحد المسار تصاعدي باش لما لا ناخذوا البطوله ان شاء الله. واكيد جميع اللاعبين عارفين المسؤوليه اللي عليهم، كما قلت لك حنايا كناخذوا مقابله بمقابله وعارفين شنو هو الهدف اللي باغينه من هذه المشاركه من هذه البطوله هذه. صراحه يعني كنشكر اللاعبين بعدا، يعني هما اللي كيعاونوني باش نسجل هاد الاهداف هادي. حنا كيف ما شفتوا كنخدموا جروب، اللاعبين واعين بالمسؤوليه، يعني الهدف كيجي بوحدو بالخدمه وبالاجتهاد ديالنا وبالتعليمات ديال السي حسين عموته، هادشي باش كنكونوا مزيانين، وهادشي هذا هو نقطه القوه ديالنا. صراحه حنا واعين بالمسؤوليه، عارفين شنو علينا. احنا جايين هنا باش نرجعوا الكاس معنا ان شاء الله المغرب، ونفرحوا الجماهير المغربيه اللي في قطر واللي في المغرب اللي كتنتظر ديما المنتخب يكون في المستوى. صراحه انا ديما كنشاهد وديما خصني نكون مزيان، وحتى الدراري واعين بهذه المسؤوليه هذه، كلشي كيخدم باش يكون في الفورمه باش يعطي البلوس للفريق. صراحه الاجتهاد ديال اللعابه ولا ديال محمد نهالي، انا لحد الان كنفكر في اللقب ان شاء الله باش نفوزوا به. حنا واعين بالمسؤوليه، مركزين هنا مع المنتخب المغربي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.